بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقى كل مخلوقات ربنا مجبورة على الطاعة، الملائكة، الشمس، القمر، الشجر، الدواب، كلهم بيسبحوا بحمده وما يقدروش يخلفوه. ربنا سبحانه وتعالى استثنى من خلقه اتنين، الجن والإنس، وسب لهم حرية الاختيار بين الطاعة والعصيان. يعني حرية الاختيار دي بإرادة ربنا مش على غير إرادته. كان قادر يخليه مجبور على الطاعة زي بقية خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب يا شيخ أمين يا ابني، ليه ربنا ما عملناش زي بقية خلقه ورجحنا؟ ايوه، ربنا سبحانه وتعالى عايز يكرم بني آدم على بقية المخلوقات. ربنا يا جماعة عايزنا نطيعه عن حب واقتناع مش عن كره وغصب. ايوه، بس هي فكرك يعني ان ربنا استغفر الله بيجي علينا شوية في الحرية دي؟ من رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا انه ما سابش كل حاجة في الانسان باختياره. في حاجات مش باختيارك، قلبك بيدق، صدرك بيتنفس، بطنك بتشتغل. لو سابلك حرية الاختيار في دي هتنام ولا هتنسى وتبقى مصيبة. يعني اللي فيه اختيار يعني يمشي في الطريق الصح يعني يمشي في الطريق الغلط. ودانا العقل اللي نميز بيه، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلى فطرة الإيمان جوانا. يبقى اللي يعصى بعد كده يا جماعة إيه؟ يستاهل العقاب. وربنا عارف من الأول مين اللي هيطيع ومين اللي هيعصى. عارف وكاتب، بس ما فرضش علينا لا طاعة ولا عصيان. أيوة، هي الحتة دي اللي محيراني شوية. مادام ربنا سبحانه وتعالى عارف وكاتبه علينا من الأول، يبقى مفروض علينا. لو أنت عندك عيلين يا شيخ أحمد واديت لكل واحد 5 تعريفة يصرفها، انت عارف ولادك كويس، عارف ان في واحد هيصرف فلوسه لله وعارف ان التاني هيجيب بهم دندور موسدان. انت ما قلت لهمش يعملوا ايه بالفلوس، بس انت عارف اللي هيحصل وبيحصل اللي انت عارفه. الله يفتح عليك. ايوه، وممكن يصادف وما يحصلش. لو انت عارف ولادك مية مية مش هتخيب معاك. ربنا بقى يا جماعة علمه كامل ومطلق وما فيهوش غلط، عارف اللي هيحصل وكاتبه، بس ما فرضوش علينا. فتح الله عليك يا ولدي. يا أمين يا ابني، أنا بقالي 40 سنة حافظ القرآن، أقرأه كل يوم، لم يصل إلى عقلي هذه المعاني. فتح الله عليك، فتح الله عليك.